طيب الان عشان اصل انا لجوجل سايت، عشان اصل لجوجل سايت لازم يكون في عندي حساب جيميل، وبعتبر جوجل سايت هي احد خدمات اللي هو ايش شركة جوجل. ممكن الناس تسميها الخدمة، ممكن الناس تقول عنه ملف انجاز، لكن هو ايش موقع، هو عبارة عن موقع. في ناس بتخلط ما بين البلوجر تمام والسايت. البلوجر زيه زي مفهوم الفيسبوك، بقدرش الواحد يتحكم في اللوكيشن تبع الموضوع اللي بده ينزله، البوست اللي بده ينزله، فبنزلهم بشكل تتابعي. بشكل ايش تتابع، ممكن ما يكونش في ربط بينهم. اما السايتس هو الافضل، بخليني اعمل ايش تنقل تفريعي للمتعلم، تنقل تفريعي للمتعلم للمستخدم، لانه ممكن السايتس استخدمه كمعلم، ممكن السايت استخدمه كمبرمج كتاجر الى اخره. الطريقة الاولى ممكن ايش ادور عليه في المجموع، مش موجود هنا، بدي اروح وين تلقي المزيد. طب المزيد حارة كبيرة، هاي بكتبها ولا بكتب كلمة سايتس؟ بديش احول عربي. هي هو لحاله حول، هو بني ادم ذكي لا بفهمش اكثر، احنا اللي خليناه يفهم اكثر. هاي هاجة تفوج كويس، هاي جوجل سايت. طبعا انا اللي المفروض اكون داخل ساين ان، لا هذه دومين، اصبر هذه جي سيوت جوجل، هذه بدومين بدك تكون حاجز مش تمام، وهاي سايتس جوجل، شايفه في فرق بين التنتين. هذا بده يكون مدفوع، هذا بده يكون ايش فري تمام، بيجي اسمك ورا او قبل جوجل دوت كوم، هناك تعمل انت دومين لك اسم لحالك. عشان هيك اول ما ضغطت عليه انا قال لي بدك ايش الدومين تبعك، قلت ستارت، قال لي وين الدومين تبعك كويس. لكن هنا كويس مواقع جوجل، هنا بنحضر 4 ساعات وهنا غلطنا الغلطة، هاي تسجيل. اجاني مواقع جوجل، شايفين ايش الدليل؟ خش حسابي. طبعا انا في عندي مواقع قبل اللي هو موقع المادة، هاي موقع المادة، انا بدي اتصفح موقع المادة اللي انا لسه ما عملتش موقع جديد. انا قد دخلت جوا على سايتس، دخلت على موقع تبعي. هذا شفتوا الموقع هذا قبلك ولا لا؟ اللي تبع الماده كويس؟ هين هنا انا بعالج، يعني انا ضفت اللي هو روابط جديده اليوم 4 ايش؟ ملفات قبل ما اجي على الجامعه، الموضوع اللي شرحناه المره الماضيه ما لحقتش ايش انزلهم على السايت، ما لحقتش انزلهم على السايت. طب لا الواجب، هم الواجب جاهز من قبل الاحداث، بس ما رضيتش انزله، او في الاحداث جهزته ما رضيتش انزله، خفت الشباب والصبايا يقولوا لي ايش طلع الدكتور في ايش واحنا في ايش، او هذا بني ادم بدون احساس وهذا مش عنده احساس. عارفك وعارف ايش بتقول. هاي المقطع تبعي صح، هاي الموقع تبعي انا قاعد بس جبت الرابط. طيب احنا الحين حنشتغل على الباور بوينت، تصميم وبوستر بس واحد كويس. هذا ادراج، اذا بدي اضيف اشي انا، بس وين بدي اضيفه؟ على الصفحه الرئيسيه تبعتي. لا هاي وهي ادراج، وهي صفحات وهي مظاهر، هنا ما لكيش فيهم بالمره. طب احنا ممكن نبدا بصفحه تمام، هاي الصفحات، هاي موقع الماده، شوف بدي اورجيك ايش فيه تمام. هذه بنقول عنها احنا الكنترول بانل، لوحه التحكم تبعت مين؟
الموقع بتخليني اتحكم في الموقع، اتحكم ايش في الموقع. تمام، انا بديش الموضوع، انا بحدد المكان اللي بضيف فيه اللي هو ايش المساق تبعنا، صح؟ فاي لقاء بقيت انا السادس والسابع، صح؟ هاي وقفت لحد الان، صح؟ بدي اضيف، بقول لك صفحه جديده ولا ايش؟ بدي رابط. ليش؟ هاي الرابط اللي نسخته، وبقول ايش؟ فيديو واحد بديش اسمي انا. تمام؟ وهي تم. هاي المساله، هاي كل اللي عملته انا. انا بجمع المحتوى تبعي، بجمع نزلته خلص، بعد ما اقول له ايش؟ نشر الان يا نور. كويس؟ افتح عندك الصفحه هتلاقي فيديو واحد في اللقاء السادس والسابع. معنى الكلام ايش بقول لي؟ بقول لي انت ايش؟ ملفات الوورد تبعاتك، ملفات البي دي اف، ملفات الفيديو، كويس؟ بدهم يكونوا وين موجودين؟ وين موجودين؟ على النت. في مكانين. المكان اللي بخص الفيديو وين؟ على اليوتيوب. المكان اللي بخص الفورمز، النماذج، ملفات البي دي اف وين؟ الدرايف. المكان اللي بخص الصور لسه ما تعملناش مع التولز اللي بتخزن الصور، بس بدنا نحطها من وين يا عزه؟ من الفضاء، من الفضاء الانترنت. انا ابحث على جوجل واقول الصوره دي بدي اياها، واخذ الرابط تبعها، او انزلها على درايف واعرضها، او احملها على صفحه على موقع، على موقع خاص ايش؟ بالصور. في عندي بيكاسا بيكتشر اللي هو ايش؟ جوجل بيكاسا. تمام؟ برضه على جوجل، كله ايش؟ على جوجل. تعال نشوف كيف بدنا نعمل موقع من اول وجديد، من اول وجديد. ايش بدي اسمي؟ الاسم تبعي، طلعوا علي اسم الموقع اللي بعطيه للناس. هاي عرض موقع الويب المنشور. طلع ايش بجيني؟ سايتس جوجل دوت كوم. سيبك من كلمة فيو عشان انا ايش؟ هيات اللي بجيني. هاي اسم موقع انا. يعني. اسم هاس اللي هو المجلد تبعي، تعال. ما تسميش بالعربي، سميت بالعربي بطلع لنا قصة طويلة عريضة. تمام؟ يعني ها. اللي هو في وقائع المؤتمر، شايفين؟ هاي وقائع المؤتمر. مسميه بالعربي. نجيب لك الرموز والشطاط وال هاي عرضه ايش؟ عرض موقع الويب في الحاجات اللي لا هي مسمى بالانجليزي، بس هذا معمول له ايش؟ مسمى بالانجليزي هيو R M M C S A. تمام؟ طب ليش جاء مكتوب الاسم بالعربي؟ يمكن يكون ايش؟ ما علينا. هيا ارجع. انا المفروض تجيني الصفحة الفاضية. هاي تسجيل الخروج من الحساب تبعي. وبدي اضيف حساب اخر. انا رفعت عليه اللي هو زيه زيكم، اللي هو حساب البلد اللي كنا نشتغل عليه ابني. هاي كله هذا ايش سكرته اللي هو ايش؟ هاي برضه في دراما من مصر عطل. اللي ما علينا. هذا فاضي. ما علينا. نعمل موقع جديد.
انا بتجيكوا صفحة هذه فاضية انتم. طب كيف بتعمل موقع جديد؟ البلاس. وين البلاس؟ هيا يا سبحان الله. تمام، المفروض تكون فوق هي كذا. دائما لما تشوفي إشارة الزائد في مواقع النت، في مواقع النت، في أدوات النت، اعرفي إنه في إنشاء إدراج. تمام، يعني إيش الشغلة الجديدة اللي بدنا إياها؟ الشغلة الجديدة اللي بدنا إياها، تمام، هاي إدراج إنشاء موقع جديد. كلمة رجوع موقع الكلاسيكية في جوجل يعني لسه بدائية، تمام؟ صحيح، هنا التولز فيها أفضل، هناك موجودة نفس التولز بس معقدة شوية. كل مالها بتمتاز نسرين هي بس، تمام؟ الآن اللي في بساطة أكثر، في بساطة إيش؟ أكثر. إيش بتسمى عنوان صفحتكم؟ كل واحد اسمه؟ أنا أسميك نور جامد. ايش اسم المدونة تبعتي؟ ايش موقع تخصصك؟ مو رياضيات مثلا او رياضيات صف ثاني؟ لا مش رياضيات صف ثاني، يعني انا قلت انا ابيع تكنولوجيا التعليم، صح؟ عشان الله من انا ابيع الرياضيات؟ يا نبيع العلوم كويس، بس لا بدي انا تسمي يعني فعلا اسم بدل على الشيء اللي بدك تعمله. ده ايش الهدف اللي بدك تعمل؟ ايش؟ عالم الروبوت. عالم الروبوت، سمي يلا اخوي عالم الروبوت. بس كل اللي بدك تشتغله بدك تكون محتوى روبوت. سمى عالم العلوم لك مش لي. عالم الاطفال. عالم الاطفال. عالم الاطفال. لا لا، عالم الاطفال بحكيش عن ايش كمعلم انا. بحكيش عن ايش كمعلم، بدي عن ايش كمعلم انا. تمام؟ ايش في؟ رزان ايش في عندك؟ ولا واحدة قالت اسم زي قال اسم زي اللي 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 الله. ايش صبا العصر؟ ايش في؟ ايش في صبا العصر؟ فكرك عن ايش؟ صلاة العصر المدلس. صدى العصر. طيب يا شاطرين يا حلوين، انا كتبت النص، انا العنوان الموقع، تمام، لكن انا بالنسبه لي عامل النص او عنوان الموقع الصفحه الهوم، عملت ايش؟ صوره بانر كويس. على ايش صممتها؟ على الوورد، تمام. عاد انا الدكتور اسماعيل الواجب اللي حيعطيك اياه حيقول لك اعمل صايد، والبانر تبعه صوره مصممه على الوورد، البوستر مصمم على الوورد. طب من وين بدي اجيب الصوره؟ من وين بدي اجيب الصوره؟ هاي في عندي تغيير الصوره، صح؟ هاي في عندك تحميل وفي عندك ايش؟ طلع علي تحميل يا رزان. من وين بدي اجيبها؟ من الجهاز كويس؟ من الجهاز. اما اختيار الصوره، يعني طلع علي اختيار الصوره، اقول انا خزنتها على الدرايف، راح انزلها من الدرايف تبعي واحملها على الجهاز. لا يا اختي، ليش تخزنيها مرتين على الجوجل؟ صح، مساحه التخزين تبعت جوجل لك. ركز شويه، كانت الصوره وين؟ على الدرايف حطتها، نزلتها وين؟ على الجهاز. نزلتها وين؟ على الجهاز تحت المكتب، تمام. عاود رفعتها وين؟ من خلال السايت على البانر تبعي. هيك بكون خزنتها مرتين على جوجل، على الجوجل، على المساحه التخزينيه تبعت جوجل، مره في الدرايف ومره في البانر، تمام، لانه بياخذ نسخه، وحتلاقي النسختين طبق الاصل لكن باسماء مختلفه على الدرايف، لانه كل الملفات اللي بدي احطها انا بدي احملها تحميل من الجهاز حيخزنها على الدرايف مباشره، تمام. فانا بروح بس بقوم، وكل ما يتعلق بالمحتوى تبعي بروح وين انقله؟ على الدرايف تبعي، على الدرايف تبعي. فبدي احمل صور
مين قال لك؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ أنا شوف في جوجل درايف تبعتك. بدك تبحث هنا. لا بديش أبحث أنا. هاي في جوجل درايف. لا أنا قصدي أنا اختيار صورة، يعني إنه أنت وأنت تشتغل في الموقع تبعك بدك تختار صورة بدل ما ترجع تحنن بلاقيها في الألبوم. الصور فيها الفكرة. مثلاً طب ليش يا جماعة زين حسب الكارت أنت قد إيه؟ الصور الشباب هو اللي أخذته 3 جيجا. بس فيها أنا هذا لو بيجي يحدث لازم تستنى التحديث اللي هم اللي طلع. والله قبل ما تصلي قبل ما تبدأ بس. قبل الصلاة. ولك من سبب. طلع فيش عند الصور على الدرايف. طلع فيش عندي صور على الدرايف ها؟ وين المعرض؟ أنا المعرض أنت المعرض مليان صور عند هذا المعرض الجاز بدي فيه تمام؟ هيك دخلت أنا على حساب تاني ملفاتي تمت مشاركتها معي الأحداث تمام؟ الأحداث اللي هي إيش؟ هذول طلع هذول المشاركات معايا شارك مع الصهايب في ربط بين صهايب وبين اسماعيل الحساب الاولاني انا بدي اجيب من ايش هاي كلاس وهي اسماعيل هاي الدليل هاي التوصيف تمام هاي الدليل هذا مربوط بين اسماعيل وبين ايش هاي شعار الجامعه موجود تمام هاي جاب لي طبعا في ايش للبنر احسن بنر او افضل بنر تمام حسب مقياس عرض الشاشه مقياس عرض الشاشه بطلع يحمل قد ايش ألف وثلاثمية في في 500 طيب بالسنتيات مقستاش يا سيدي طيب أنا بدي أريحكم أنا بدي أريحك بدي أعمل بنر الآن بدي أعمل بنر ها ما طلع منه طلع فيه بيقولي طلع بيصير هاي الباوربوينت ها هاي يبدا وهاي مش محضره هذا ها هاي باوربوينت تمام وباجي ايه بدك اياه هاي فاضي باور ولا بورد اللي بدك اياه لقيته من وين بدي اغير مساحه الصفحه بدي النص تبعها نص الارتفاع نص الارتفاع. ما بدي اغير التخطيط تبعها ايه هاي تصميم وين عرض احط المسطره هاي المسطره خلاص اضغط ضغطتين على الرقم هذا النص ايوه حجم الصفحه من الفصل اصبر بس اصبر اصبر ما عندي تصميم حجم الشكل مش هنا التصميم هاي التخصيص هاي العرض 33 بدي الارتفاع 10 سنتي ها حتى كمان 7 سنتي تمام اما العرض 33 سنتي زي ما هو ده كبير اتاكد من الاحتواء تاكيد هاي شريحه الباور بوينت تبعتي هاي شريحه الباور بوينت تبعتي مره ثانيه هاي ملف وهاي جديد وهاي مستنى هاي عرض تقديمي فارغ وهدول كنترول اي عشان احدد ما يحذف وباجي على تصميم وباجي اقول له حجم الشريحه وباجي اقول له تخصيص حجم الشريحه تمام وباجي بقول له الارتفاع تبعها 7 سنتي وهي موافق نعم العرض ما صبتوش الارتفاع الارتفاع بس تمام باجي اخذت اللي هو ايش الخلفيه تبعتها اي تنسيق الخلفيه واخذت مثلا تعبئه خالصه هذا التعبئه اللي بدك تعمليها كويس ممكن تتغير بعدك بغير التنسيق لانه حسب الثيم او النموذج تبع الشكل صفحه كيف بدي اخليه تمام وباجي باخذ اللي هو مثلا اللون الاخضر هذا باجي هنا ادراج صوره وهي عرض قسم وهي ادراج وهينا اخذت ايش صور عاديه انا درجتهم شعارات عندي دورت عليهم بينكم محتفظ فيهم وهاي اخذتهم شعار مدرستي شعار مؤسستي شعار الجامعه
مدورات مهبيات معمولات بنك، شفنا كيف بنعالجهم بافكار ابداعيه. قلنا لما تكون خلفيه بيضاء بحطها ضمن شكل دائره او ايش مستطيل او كذا في المحاضرات السابقه، صح؟ والان بكتب ادراج وهي صوره هاي سدى العصير. بدنا ننزل على المجموعة يا أحمد، تمام؟ أنا طبعا نزلت مجموعة من الخطوط من النت، كويس؟ وهيني بدي أكبر اللي هو ايش؟ العنوان. ممكن أكتب تحت هيك بخط صغير مدونة تهتم بالتكنولوجيا، أنا بديش أكمل تصميم. يعني بورجيك إني عملت تشريح باوربوينت، وهي ملف وهي حفظ باسم، كل اللي علي إني أحفظها ايش؟ كويس. وهاي اللي هي ايش؟ بانر. وهاي الامتدادات، هاي جيف جي، هاي بنك زي ما قال احمد، كويس. هاي نحفظها سطح المكتب، هذه الشريحه فقط. خلصت من باوربوينت، هيئتها صوره عندي، صح؟ هي صورة عندي في عرض الصور، كويس؟ متفقين لحتى الآن؟ إيش بدي أسوي يا نسرين؟ بدي أرجع مكان، وين أخذها؟ الله ياخذ الله ياخذ اليهود والكفرة، بدي أروح على درايف، تمام؟ وأجي على الدرايف تبعي، الدرايف. بس هنا على درايف مين حطتها اللي فاتحه؟ بدي حساب صهيب، انا بدي حساب ايش؟ صهيب. هاي اللي موجودين عندي، لقيت فيش ولا حاجة هنا، صح؟ الصورة صدى الملاعب، لا، باجي هذا باخذها بحطها وين؟ على درايف تبعي. حمل حمل حمل، يلا يلا يا نت، حملها. شفتها؟ هياتها. طيب برجع لوين؟ للموقع الالكتروني. عارفين يا صبايا لحتى الان مش مسمى الموقع ولا له اسم؟ ليش؟ هاي اختيار، هاي تحميل. ايوه تمام، هيا كبيرة طلعت كثير. ما انت حسب الموقع، مش مشكلة حسب الموقع تبع، فيش معالجة للصور، فيش معالجة للصور يا سيدي. بتغير نص المسافة تحرم اظني اعاد التعيين. فيش النجم اللي على الشمال، النجم بتوقف الصفحة الرئيسية في الواجهة تبعتي. طلع هنا لما نضغط على جوجل درايف، هنا جاب لي البحث، وش كتب لي فيها؟ صور. بس بعرض لي الصور، ما بعرضيش حاجه ثانيه. ما بحملش الا صور. انا بحملش الا صور في المكان. طبعا هذا يا برفعه النص يا بسيبه، كويس؟ لانه مش حيظهر معايا ايش؟ هذول الثلاث نجم هاي زي التعديل امكانيه القراءه، ها؟ بس بس الوان ما يناسب الصف. لا يضغطنا على الصورة نفسها. لا لا ما بيعملش تعديل، انت هذا البانر تبعه مش نفس مقاس البانر اللي احمد. طيب يمكن عشان هذا النت فيعزى انه ماخذ منها وكذا، تعال نشوف في نشر. نشر.
مش عنوان الموقع، النشر على الويب. استنى شوي الغاء. هذا ايش؟ اذا كان مش مسمى حيطلب منك تسميه، مش راضي يرجع يا سيدي. لا 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 ما تيسش صدى. بسميش صدى. العصر بسميش عربي، بسميش عربي لانه بصير هندي اللي بالمية هادي وحاجات اللي زي هادي. هاي نشر، هاي صدى العصر. هيك بدك الرابط، شايفين؟ ممكن تقتصر اكثر او تغير في كذا اذا كان الرابط مش الاسم. وهاي الطلب من محركة البحث الا تعرض موقع الالكتروني. لا اعرض. يعني لو اخذت الرابط تبع سدى العصر الان هيفتح لي اياه. لا مزبوط تقريبا، بس بدك تصغر شوية، بدل ال 33 تكون 25 سم صح؟ 25 سم. خلص هيك جربنا. انا عرفت يعني ممكن اعملها على السريع. لا ممكن على السريع اعملها، اخذ هذه. جايب لك اياه. مش موضوعنا هذا، فهمنا احنا ايش منا. نكمل على ادرج صوره ولا حد. هذا كان شيء موجود في التمبل اللي اعطاني اياه في الصفحه الرئيسيه يا علاء. كان نقترح علي ايش؟ ان احط عنوان للموقع او بانر. كويس. الان بدي ابدا ادرج محتويات الصفحه الرئيسيه. أدرج محتويات الصفحة الرئيسية. كويس. في عندي تخطيطات زي الباوربوينت. ذاكرين الباوربوينت كان يعطيني تخطيط، نص مع صورة، صورة مع نص، نص مع صورتين، نفس الحاجة. هنا ايش معطيني؟ نفس الحاجة، نص وصورة وصورتين تحتيهم نص. في فارق؟ ايه هاي الفارق، اضغط هنا واعمل اللي بدك اياه. شايف هنا طبعا ايش؟ هيو فارغ. هيو ايش فارغ. بدك تضيف ديل، ضيف. تمام. اللي الديل ايش بتكتب فيه؟ اللي هي عبارات التواصل، ايميلك، موقع المؤسسة، حقوق الطبع الى اخره. ممكن ايش تضيفه. انا اذا بدك تضيف شيء مخصص، يعني لا هي صورة ولا يمكن تضيف مقطع يوتيوب. انا في يوتيوب في هيو. تمام. بس مش موجود، انا مش موجود في التخطيطات هذه، مش موجود في التخطيطات. تمام. او التنسيقات مسمين، هاي لغيتهم او خفيتهم. هنا انا ضغطت. طب ممكن اضيف اكثر من تخطيط يا دكتور؟ يعني اخذت التخطيط هذا، بدي اكتب اللي هو ايش؟ عني دكتور اسماعيل حسونه، واحط صورتي مثلا او صورتي بين طلابي. تمام. وممكن اجيب ايش؟ خبر ثاني او موضوع ثاني احط فيه ايش؟ صورتين هاي ورا بعض صاروا. تمام. عادي يكتب نص، عادي نص، عادي نص، نص عادي نص. بس ايش؟ فيش امكانيه تغير حجم النص. تمام. زي ما هو مدونت، زي ما هو. فيش ايش امكانيه. هنا ايش؟ تضيف الصوره، تحمل الصوره، تختار الصوره من درايف، الصوره من اليوتيوب، مقطع بدل صوره طلعت ايش؟ يوتيوب. يوتيوب. تمام. هاي من جوجل درايف، من نفس المكان تبعك، من نفس المكان تبعك، نفس الحاجه. ممكن تكتب اللقاء الاول، ها اللقاء الاول، وتحط صوره لك. اللقاء الثاني وتحط صوره لك. بس زي ما معطيك. وهنا يمكن يعطيك عنوان، يعني تكتب الخبر، تكتب الخبر تبعك، تكتب الموضوع تبعك، تكتب الموضوع اللي بخصك. وهذا كله قابل للاضافه وقابل ليش؟ للحذف. بديش العنصر، طلعه. هاي العنصر كله، كل العنصر ضغط عليه من برا، احذفه او خليه. انا بقترح ان انا ممكن اعمل لك رؤية جديدة للموقع كامل. نعم. تمام. كويس. احمد هذا الشيء خليه بيننا وبينك، الله يرضى عليك. لانه انا بدي للناس اللي مش عندهم
مهارة في البرمجة أو في التصميم ياخذوا شيء بسيط سيمبل بسيط سيمبل ويعملوا يعني حاجة له. الفكرة اللي بدك توصلها إنه قبل ما يعمل الموقع بعد إذنه إنه يكون عنده المادة اللي هي البيانات كلها جاهزة. آه. عندك الماتيريال جاهزة. بيطلع بإخراج زي قصة الانفوجرافيك. يعني بدنا نصمم. قبل أي حاجة بدك تصمم البنر. بدك تصمم البنر يا مروة. تمام؟ مطلوب منك في اللي هو تعمله في السايت خريطة ذهنية، بدك تكون صممت الخريطة الذهنية وحطيتيها في مكان هارد درايف. بدي مطلوب منك تدرجي مقطع فيديو زي اللي عملاه بدل ما أنت تروح ترفعيه على درايف تروح ترفعيه على اليوتيوب. دكتور كيف اضيف على اليوتيوب؟ كيف اضيف على اليوتيوب؟ عندي مقاطع فيديو بس انا حاطتهم على درايف. يا اختي يا اختي انت لما تروحي على اليوتيوب تكتبي دبل يوتيوب برضه نفس الحاجه، في عندك تسجيل دخول، تسجيل ايش؟ دخول او اشتراك. اذا يعني سجلت دخول قبل هيك بمشي الحال. اساسا تطلب منك تسجل الدخول باستخدام جيميل، باستخدام ايش؟ جيميل. تمام؟ باستخدام ايش؟ جيميل. فبتضغط وبعدين بصير في عندك اللي هو على الشمال مجموعه من الادوات برضه اشاره ايش؟ زائد. زائد يعني بتخليك ايش؟ تضيف فيديو. يعني لو رحت على اليوتيوب انا عندي انا هيا شايفين ايش عندي؟ هذا لو ضغطت على اليوتيوب ليش؟ لانه داخل على حساب ايش؟ جيميل. هيو حساب جيميل. فانت بتفوت يعني بتفوت لحساب جيميلك بعدين روح على اليوتيوب قول له تسجيل دخول حيخش لك من حساب جيميلك مباشره بعد ما تعطيه الاذن تقول له اه بدي اخش من حساب الجيميل تبعي وبتصير ترفع اللي هو ايش؟ هاي قناتي قناتك على حساب هاي بيجيب له كل المواد تبع هاي ايش الفيديوهات الخاصه في الامر بسيط فيه. وسيري هنا اضغطي هنا شايفين اضافت فيه اضغطي فيها سير احمل الفيديو سحب وافلات. ها اي فيديو اي فيديو اي صوره عندي تمسكيه وبتسحبيه بترميه ايش؟ بصير يحمل فيه. بعد ما يخلص يحمل في زر على الشمال نشر وبيعطيك الرابط تبعه وبيعطيك الرابط تبع في بيانات اللي هي ايش؟ الوصف له تسميه وايش اللي ايش ما ايش مفاتيح ايش مفاتيح اللي هو البحث عنه. تمام؟ هاي اللي بخص كل من الصعب. شايفين في موضوع معانا الكائنات التعليميه صح؟ الكائنات التعليمية أحدهم اللي هو إيش؟ اليوتيوب أو مقاطع الموجودة على اليوتيوب والمسلسلات اللي موجودة. سرحت كتير فيكم ها؟ سرحت كتير وسعت؟ طب بكرة بنشوفك يا أحمد أبو سلطان. العلم موجود عند الكل. طيب ايش في هنا على اليمين؟ ايش في هنا؟ خلفية القسم. اي قسم؟ اللي انا احدده. اللي انا ايش؟ محدده. ايش في هنا؟ تكرار للقسم. اذا بدك نفس ايش؟ بكرر تحتيه مباشر. كويس؟ تحتيه مباشر. بدك تحذفه احذفه. كويس؟ هذا ايش؟ هذا تنسيقات اللي جاهزه، تنسيقات الجهاز. طب دكتور انا بدي نص اتحكم فيه. بدي نص اتحكم فيه. عادي. من وين ادراج؟ سكر هذه. هذه الجزئيه بتسكرها. برجع الى مكان عليه. هاي عندي ايش؟ صار ادراج السرير. وين فكرك راح يدرج؟ اضغطي هنا. اخر حاجه هنا هي هذه. يعني لو جيت ضغطت له النص الان المفروض يجي تحتيه الان. لكن لو كنت انا محدد هذا العنصر هذا القطاع وجيت قلت له ايش؟ ادراج نص يمكن المفروض اجي برضه اجي تحت. طب انقله هاي انقل زي ما بدك وين ما بدك حطه. ها
هاي قبلهم كلهم كمان نقل ولا لا؟ واكتب النص اللي بدك اياه. هاي تنسيقه عنوان عنوان فرعي نص عادي تمام. هنا ما كانش يعطيني ايش تنسيقه تمام. هنا اعطاني ايش تنسيقه عنوان او عنوان فرعي او كذا تمام. ضبط لليسار لليمين الى اخره. فيش اي حاجة تتعلق فيه غير النص. محمود هاي في عندي اللي هو ايش لون الخلفية تمام. التجديد الكذا صورة هاي معطينا حسب الثيم طبعا حسب النموذج اللي مختاره انا. كلها مواد بناء لحتى الان كلها مواد بناء. جدول محتويات النشية تعرف عليه لحالك تخربش فيه بعد ما تخلص. ها بعد ما تخلص يعني قائمة مدونة جدول محتويات يعني جاب لي كل كل اللي انا عملته. طب انا مش عامل اللقاء اول بس او اول حاجة عملها وين كلمة اللقاء الاول انا كتبها مش عارف. اي كعنوان رئيسي كعنوان رئيسي بدي اربط في حاجة تاني. زر ينقلني الى مكان اخر تمام. مقسم بيقسم الصفحات تمام. تقويم الاجندة تبعتك. خريطة موقع ها قطاع غزة. طب والله نحط جامعة الاقصى نشوفه بيجيب لنا اياها. موز وين هاي هاي جاب لي اياها. طبعا هذه مش غزة هذه خليني اورسك اياها. هاي خريطة هاي تضاريس هاي تحديد. طبعا الناس اللي بدها تعرف وين الجامعة هاي موقع. هاي ايش موقع ممكن تكون من على فكرة ان لقيتها لو بدك اكتب على الجوال اكون مثلا في بيت لاهي او اكتب الاقصى يونيفرسيتي غازا وموجود على الخريطة زي هيك ابدا اقول للسيارة اشتغلي في الجي بي اس بصير يقول لي وين الشارع. وفي بعض المناطق او بعض الدول حسب ساعات الذروة يعني لو كانت الساعة بقول كشف شهر الجلاء يقول لك شهر شهر النصر تمام. تطبيق وين يا دكتور بيعمل هيك؟ ايه تطبيق اسمه وين بيعمل هيك؟ ويف ويف. طيب بدك تحط عرض تقديمي بدك تحط جدول بيانات اللي هو اكسل تمام. من وين هدول؟ المفروض من جوجل درايف. طبعا لسه هذا الحساب ما اشتغلناش عليه حاجه فذلك المفروض تكون النماذج. طب اشتغلنا النماذج اشتغلنا. هي اختبار مقاييس. هي اختبار مقاييس. هذا كله يا دكتور بدي احطه في الصفحة الرئيسية؟ لا طبعا طبعا لا. بس انا قاعد بورجيك ايش خيارات. لا ولا روابط. بدي اورجيك ايش خيارات الصفحة الرئيسية لسه ايش ممكن تحط فيها يعني كل هذه الاشياء. بس طبعا بدك تخططها ايش تخطيط ذهني كويس. بس تكون بس فقط فقط روزانش فيها التقويم. هذا اختبار مقياس من فقش هنا اي حد. الخريطة انت بتسألني السؤال هذا فضا ما يسألك السؤال هذا. السؤال طب هيا جايب وين جاوبت لحالك؟ لا مش بلوجر هذا. هذا صايد البلوجر بختلف قلت البلوجر في الجوجل قلت لك الموضوع الموضوع تتلاوح. بقول لك ممكن اربط الصوره بطبقه شعبي يعني مثلا ممكن احط صوره شعر فيسبوك. جرب 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 انت. طبعا كل هذا بدي شيء كل هذا بدي شيء كل هذا بدي شيء تمام. كل هذا ما بدي شيء بس بدي شغله واحده. خليكم معي تمامش فوضى اللي بتعرفه اللي بتفوضى تمامش فوضى اللي بتعرفه. بس بدي انا ايش مدونت هيا مدونت صدى العصر
مهتم بالامور. بدي اجيب هنا صوره بدي احملها تحميل. هذه الصورة شوف تكبرها ولا لا؟ كيف درجة الصورة هذه؟ هاي بقول لك أصغر حد إلا شايفين؟ هاي أصغر مقياسا. ايش عملنا؟